كيفاش باش نطيبوه باش ما يتعجلناش وما يلصقش. طيب بيان فوالا دونك نغسلوه يعني عادي، لكن من 3 خطرات حتى 4 خطرات نقعدوا نغسلوه فيه ونحولوا يعني نحكوا بيدينا حتى نحولوا هذاك النشا لاميدون هذاك لازم يتنحى حتى يولي المصافي ماشي ابيض حتى يولي المصافي. مريم على بالي باللي طيب انا من عشاق الرز سي بور سا راني نقول لك باسكو هذاك اللي راح يخليه لنا لو كما يتنحاش منه هو اللي يخليه لنا باللي يلصق ويتعجل لنا. صح فوالا دونك حتى يولي المصافي كما قلتي يخلوه في الماء لمده نقولوا 4 ساعة هكاك باش يصفوه ويطيبوه عادي، وهذه راح يجيهم رز حبة 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 على حبة فوالا كيما يقولوا. هذه عن تجربة يعني حتى تأكديها لي مريم بيان سور وي سي فري باسكو كي تغسلي الرز تنحيلو كامل لاميدون تاعو، هو لاميدون تاعو هو اللي يخليه يلصق، وهذا هو الفرق بين الرز المفور اللي نطيبوه كيما نطيبوه حنا عادي وبين لو ريزوتو. الريزوتو ما يتغسلش، طيبه ديريكتومون باش يطلق لاميدون تاعو باسكو هذاك هو هذاك هو لو شارب كاين يعني اللي لاميدون هذاك ولا نشاب كيما هذاك اوليو نورمي واه نقدروا نخبوه ونستعملوه الاغراض عنده استعمالات اخرى. هذه راح نقولها ما تاعكم عاجبين انتم هذه تدخل في لابوبريك تاع هذه شغل معليش كاكم لابسين اليوم في زوج الغوز دخلوا في بعضكم دبروا راسكم بيناتكم. المهم عنده استعمالات اخرى، عنده استعمالات اخرى كيما البشره باسكو على بالنا بلي انه يصفي البشره وديجا ميم اليابانيين يديروها ونشوفوا بلي البشره تاعهم تلمع فوالا.